قاعد لوحدك كده سرحان، شيطان يوزك، افسك جنان، سيارة جنان. العب يلا بسم الله، ما تلعب يلا، العب يلا، العب يلا، العب يلا، ما تلعب يلا، انزل يلا. جبت لك موبايل اطلب له 100,000. ولك انت حيوان حيوان ولا؟ ولك قلت لك خذ الشنطه والموبايل، ليش اخذت السياره؟ وحياتها لامك، بدك كان يلاقي السياره وبقلب المفاتيح ومتركها واخذ هدول الغرضين الفراطه. لا والله ما حذرت. بعدين لا تاكل، انا بعرف ناس فينا نجرمشها للسياره ونبيع قطع. لك قطع شو؟ قطع شو؟ تعرف انت محكوميتها انت هي؟ تعرف انت محكوميتها؟ لك من غير شي صحبه اخذني معه على المغفر واخذوا افادتي. بكره اذا سالوا اهل البنايه مين فات ومين طلع ما شافوك هنيك، اه شو بدنا نقول لهم اذا عرفوا بنعرف بعض؟ ما راح يشكوا. لك حاجتك صريخ وحاجتك نقبه لسه، بلكي بلكي بعدين انا متاكد ما حدا شافني ولا حدا حس علي. ولا تخاف. ولك عزيز الشنتايه والموبايل اذا راحوا ما راح يعذبوا حالهم يدوروا عليهم، بس هي اذا بلقطوا قطعه منا بدهم يجيبونا. لك انت شو بدك بهالحكي؟ لك اهبل، حق القطع بيخليك تشتري هاي التاكسي. اسمع عزيز، هلا فورا بتمسح حوافرك وبصماتك عنا وبتروح بتزتها بشي قرنه. انا هيك فوتي ما بفوت، فهمت؟ لا والله، لا والله ما حذرت بنوب. انا اخذتها وما حدا اشتلق علي، اذا كان وانا عم رجعها كميش. لك لهلا لسه ما عمموا اوصافها، ما بيكونوا لحقوا. عزيز خلينا نشتغل شغله مضمونه، هي بدها تروحنا، راح يضلوا يدوروا عليها 10 سنين يا بني ادم. لا تجنني، تعملني هيك وهيك مثل ما عم اقول لك تعمل، رجعها احسن، فهمت؟ خلص مثل ما بدك، بس ما رح زعلك. انا رايح سلم التاكسي تاخرت. عزيز بترجعها. حمار. بس ما قلت لي ما بدك حصتك؟ تلعب يلا، ما تلعب يلا، ارجع يلا، تلعب بالأربعة. بسمة يلا، هات خلصني. مرحبا يلا. لك هات خلصني حصتك. ولك خلصني. ايه 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 ليه محسن، ليه محسن.